المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة افتتح ورشة عمل بعنوان التأهيل والإرشاد الأسري لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، واللي نظمها المجلس بمكتبة مصر العامة بحضور عدد كبير من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة. هذه الورشة لها هدف مهم جدا، وهو التوعية بحقوق ذوي الهمم وكيفية التعامل معاهم، ايه الدعم وايه الخدمات كمان المقدمه ليهم. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن هذه الورشه. معانا على التليفون دكتوره ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه. يا دكتوره صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. صباح الخير. اهلا بحضرتك. اهلا بيكم جميعا. في البدايه عايزين نفهم اكتر، نعرف تفاصيل اكتر عن هذه الورشه والهدف منها. وزي ما حضرتك كده تفضلت في المقدمه، المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه، واشرف ان انا اكون مشرف العام ليه. هو احنا احد الاهداف الرئيسيه وهي رؤيتنا ان احنا نعزز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، نتواصل مع كل جهات في الدوله سواء الجهات الحكوميه الوزارات او المجتمع المدني حتى يتم ده بالفعل على ارض الواقع، يحصلوا على حقوقهم. ومن اهم كمان اختصاصاتنا والحقيقه التوعيه. واسرتي قوتي هي مبادره قوميه اطلقها المجلس، وأما أول ورشة وأول فعالية ليها منذ يومين، والمبادرة بتتوجه مباشرة للأسرة المصرية اللي عندها أبناء من ذوي الإعاقة، أو الزوج ممكن يكون عنده إعاقة، أو الزوجة الأم عندها إعاقة، الأخوة لازم يكون الأسرة ليها دور. استمياراتنا بتقول إن الأسرة هي اللي ممكن تعمل يعني تمكين للشخص ذوي الإعاقة أو ممكن لا، على حسب هي عندها وعي، عندها تأهيل، عندها تدريب. فمن هذا المنطلق وتماشيا مع استراتيجية طبعا أهداف التنمية المستدامة 2030، طبعا بقيادة الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس، وهو طبعا الدعم الأول، يعني هي قيادة حكيمة جدا، يعني بتدخل أو بتضمن جميع فئات الشعب في المشروعات القومية وفي المبادرات. فاحنا تماشيا مع سياسة الدولة فلقينا أن لازم نعمل مبادرة اسمها أسرتي قوتي، ومن الاسم نعرف أن هي الأسرة هي القوة. المبادرة بتهتم جدا أولا بالتوعية، لأن في أولياء أمور وفي أسرة ممكن تكون في حقوق الدولة بتديها للأشخاص ذوي الإعاقة ولكن الأسرة لا تعلم بيها. ده أول هدف لينا، إن احنا نوعي الأسرة بحقوقها. كمان إرشاد أسري، بمعنى الأسرة بتتعامل مع جميع مناحي الحياة، يعني مثلا الصحة لو الطفل عنده إعاقة أو حتى منذ الولادة. في أسر ما تعرفش إن في مثلا 19 مرض وراثي بيتم الكشف عليه، وهو بنقول عليه الكشف المبكر منذ ولادة الطفل في الأيام الأولى. فده مهم جدا، حتى إذا حتى في إعاقة لازم نتفادى أن تتفاقم هذه الإعاقة. طبعا موضوعات كثيرة جدا 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 الأسرة لازم تتوعى بيها، زي الصحة والتعليم الدامج والتأهيل، إزاي ما هي الأسرة نفسها تعرف ابنها أو بنتها محتاجين إيه. ممكن كمان ندرب الأسرة إزاي تعمل ده، مثلا زي وسائل التخاطب مثلا للإعاقات اللي هي عندها مشكلة في الكلام أو الإعاقات الذهنية. ممكن الأم إن احنا نعمل لها ورش تدريبية وتقوم هي بده حتى تتفادى أي تكلفة، و طبعا الوقت بالنسبه لها بيبقى مهم جدا. أكيد. كمان احنا بالورشه قصدي المبادره لغايه 2025، معناها انها مش مجرد فعاليه واحده او اثنين، هي خطه المجلس حاططها لمده 3 سنوات، ويمكن مد هذه الفتره بناء على تقييمنا خلال ال3 سنوات. هي بتعمل يعني الام مش بس هي الوحيدة في الأسرة اللي لازم نعمل لها توعية، إن ممكن مثلا الأب كمان يشارك، وده احنا لقيناه إن ساعات الأسرة لما بيجي لها طفل عنده إعاقة الأب بيترك الأسرة وبيمشي. فلازم نوعيه ونقول له إن ده مش نهاية الطريق، وإنه لازم يتحمل المسؤولية، وإن الدولة بتدعم هذا الملف. فمن خلال التوعية أسلوب التعامل مع المجتمع لما يكون في طفل عنده إعاقة،
ازاي نخرج الطفل من عايزين بس ناكد ودايما في يعني مبادرات التوعيه بتاعتنا دكتوره ان احنا نفهم الاهالي ان مصر فيها مكان لكل واحد مصري يقدر يتعامل بمنتهى يعني الاريحيه وعنده حقوق دائمه وعنده زي ما هو يقدر يعني يبقى له مكان وهو مرحب بيه دائما هو كمان لازم الناس تعرف تتعامل معاه لان ده من حقوقه. وكل الشكر ليكي يا دكتوره ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه.